صوت صرير إطارات سيارات الميكانيكية وصراخ محركاتها القوية اندفاع الأدرينالين في أوصال عشاق رياضة الدريفت. دخلت لنا الفيس هذا تاع تهز طوموبيل أونسيان موديل، تبريباريها كيما تحب أنت، تبدل لها اللوك، تبدل لها الموتور، تبدل لها السيسبونسيون. عندي واحدة الاستعمالات اليومية وعندي واحدة خادمها سبور. تبسة الرياضة هذه تعتبر فتية يعني مازالت جديدة، مي يعني تفاجأت بصراحة يعني الحضور للزملاء والأصدقاء يعني كان حضور قوي. ينشغل هؤلاء الهواة بتقوية محركات سياراتهم مستفيدين من تطور الورش المتخصصة التي تقوم بتجهيز هذا النوع من السيارات الرياضية. أصحاب ورش التعديل يبذلون جهداً لتحويل السيارات إلى تحف فنية رياضية احترافية رغم التكاليف الباهظة التي قد تصل إلى أضعاف ثمن السيارة نفسها، وذلك رغم ندرة قطع الغيار وارتفاع أسعارها. نبريباريهم هنا البارتي ميكانيك كيما الموتوريزاسيون كيما الفيلتراسيون كيما التعديل تاع لي شوفو كيما، ومن بعد ما يكملوا لونترتيان هنا يعقبوا لي لاطول، ثم البارتي تاع لاطول تاع لي جونت تاع التعديل تاع السياج. محبو هذه الهواية لا يتوانون عن تطوير سياراتهم وتعديلها لتحقيق رؤيتهم للسيارة المثالية بناء على احتياجاتهم وتوقعاتهم، ويمكن رؤية ذلك جليا في تجربة جلول الذي قضى 10 سنوات وهو يصرف مئات الملايين لتحقيق تعديلات مذهلة. خضر واحد يخسر لك على الطوموبيل كيما خونا جلول تاع 328 الخضرة، هذاك بالك صارف عليها بالك تريبل تاعها. ولا ميكانيك هواية منذ الصغر، سواء في الدراجات النارية ولا في السيارة. السيارة تاعي تقدر تولي سيارة معدلة دوريجين، الجولف 5R32 غني عن التعريف، وسو خاصة هذه اللي عندي راهي الحبة 1004 من 5000 حبة في العالم. ويتطلع شباب تبسة المهووسين بهذه الرياضة إلى تطويرها وتنظيمها بشكل أفضل، حيث يتمكنون من الاستمتاع بشغفهم في مضمار منظم يتيح لهم تجربة فريدة ومميزة بكل راحة ويسر.